بعد هالجمعتين الحجر بالبيوت قلنا نطلع ناخذ لنا نفس هالظهريات. ما لقينا حالنا الا على مدخل القلعة، لك يا جماعة الوقفة قدامها بترد الروح. مشينا صوبة وهالعالم حواليك الضحكة ما بتفرقن، وكله عكلمة تقطع وحول وقعد اشرب لك فنجان قهوة. ناس الطيبة مزروعة بقلبن. عيطت لي هالقلعة من بعيد وبصوتها في غصة وحجارتها عم ينزفوا قهر ووجع. قلت لها يا أم الدنيا خير، ما بعهد بصوتك إلا الخير، لك بوقفتك بشموخك بتاريخك ما في إلا الخير. تبسمت وهالدموع بعينيها، قالت لي تعاي ابني لحكي لك هالحكاية. من يوم يومي وأنا عم يمرق عراسي شكال الوان من البشر، وكل جيل ورا جيل عم علموا اللي الدهر معلموا إياه، لحد ما صاروا أهل القلعة مضرب متل. ضحكتن غير شكل ونخوتن أصيلة وإيدن بيضة ممدودة للخير، ونفسن كريمة وبيتن مفتوح لحتى صح المتل عليهم إنهم أهل للضيف وللسيف ولغدرات الزمن. طيب وليش الزعل؟ جاوبت أنا. قالت لي شايفي هالضبع بين أهلي وناسي نازل فيهن شرد مرد، شايفته يهوز المنصلة أو حتى بيشبه بولهب. هالضبع مش بس حمال الحطب، مش بس هيدا اللي حامل عكتاف وصيتنا وهرب، هالضبع هو كل واحد حاطط فرد على خصره، وكل واحد نازل على السوق يعمل عرضات يحرم الناس من أرزاقها، وكل واحد حامل سلاحه ونازل يتشيطن بالسوق وعلى المرج وعلى البياضة، وكل واحد عم يبلي شبابنا بشغلات ما أنزل الله بها من سلطان. قطعت وقلت لها هيدا مش الضبع يا ستي، هيدا بيكون الكلب اللي خان الوفا. الضبع بيكون اللي واقف ورا كم أزعر بس لحتى نضل حديث الإعلام، جديدنا وحصري وسكوب وعاجل، ولحتى نكون مادة دسمة للميديا، وآخر شي بيجوا بيعملوا لنا العيبة وبيركبوا براس هالكم أزعر إنه نجبال، لك نحنا بس كانوا حجار ما كنا نهديهم. والعتب الأكبر على الفهمانين ولاد المنطقة، هودي اللي بيطلعوا على الشاشات وبيمسكوا ريقنا بس يطلعوا، إلا حشيش وإلا السلاح و و و إلى آخره. لك يا قلعتي هي بس رخصة العبي كترة المشايخ. الله يهدي البال ونرجع لأصلنا، تفوت العالم لعنا بأمان وتفل بأمان.